مرحبا. تفضل. لمن سكرتيرة جابر. ايه اهلين. تفضلي تفضلي. ليش هيك عملتي مع جابر؟ ضميري عم يعذبني كثير. والله صار لي يومين ما نمت الليل. بس بدي اياه يسامحني. أنا ما بعرف كيف زلقتك بالحكي. أنا ما بعرف ليش هيك صار. بحبه. أي بحبه. بس هو عم يتجاهلني. هو ما عم يتجاهلك. هو معتبرك مثل أخته. هو من لما أجت سوزان تغير. إيه شو يعني؟ هي أكبر منه و ما عم بفهم. كنت شوفه كيف كان قلبه يرقص وقت تجي. علق فيها. هو كان وعدك بشي؟ لا. صارحك انه بيحبك مثلا؟ ابدا. معناها شو دخلك اذا رقص قلبه ولا ما رقص؟ دخلني. ما دخلني بس هي اكبر منه و... لما ما دخلك. انت ما دخلك. ما قدرت ما قدرت. تتذكر قديش تعذبت قصة ريما؟ انا بس ما بدي اياه يتعذب مرة تانية. يا لما الحب مو هيك. الحب بيكون بين طرفين. وليش ما يحبني؟ شو هالحكي هاد؟ معقولة انتي؟ يا لما لحظة عن إذنك.